انطلق بمستشفى الجامعة في الشارقة المؤتمر الدولي السنوي الخامس لطب الأطفال وحديثي الولادة، والذي استمر ليومين متيحا منصة لكبار المتخصصين في طب الأطفال وحديثي الولادة لبحث آخر المستجدات والابتكارات في هذين المجالين وتبادل المعلومات والتواصل والتعارف بين الخبراء ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور. ويشارك خبراء من إيطاليا والمملكة المتحدة ومن دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان المجاورة في أعمال المؤتمر.